اهلا بكم اعزائي طلبه طالبات التعليم الفني في حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه. حلقتنا النهارده طبعا مع موسم الامتحانات وبدايته وبدايه المذاكرات، فاحنا النهارده هيكون معانا بدايه المراجعات بتاعتنا لماده الات النسيج، وطبعا الماده دي لتخصص النسيج لطلبه التعليم الصناعي. طبعا الفتره دي احنا بندور على الحاجات او المعلومات او كل المهارات كمان اللي احنا خدناها في الفترة اللي فاتت عشان نحضر نفسنا للامتحان. احنا عارفين طبعا ان الامتحانات بتاعتنا بتبقى مقسومة لجزئين، جزء في النظري وجزء في العملي، ويمكن المادة بتاعتنا مادة آلات مقسومة بين الجهتين النظري والعملي، لان النظري كده كده احنا بناخد الاجهزة والاجزاء نظريا، وبننزل تحت طبعا في الورشة بنطبق اللي احنا خدناه في النظري على العملي تحت. فبالتالي انا عندي امتحانين، يبقى انا عندي جزئين في الامتحان، جزء في النظري فوق وجزء في العملي تحت. احنا هنحاول نساعدكم في جزء العملي مع النظري، لكن طبعا الجزء العملي لما بتيجي تمتحنه اهم حاجة عندنا المهارة اللي معاك. انت معاك مهارة هتقدر ان انت تعدي من الامتحان. وطبعا الفترة دي انت اخدت كل الادوات وكل المعدات الخاصة بتخص بداية من الصف الاول لغاية الصف الثالث، فوارد جدا ان تسأل في جزء من الاجزاء القديمة مع الجزء الجديد ده بالنسبة للعمل، لان العمل ما فيهوش ايه انقطاع. يعني مش معناها ان المادة الدراسية انتهت السنة دي معناها ان انا بنسى كل اللي فات، لا، ده انا معايا طول ما انا شغال في التخصص معايا كل المعلومات اللي انا مفروض اكون مكتسبها عن التخصص بتاعي وفي الجزئية دي بالذات، وكمان معايا نميت المهارات بتاعتي بحيث انها تديني القدرة ان انا اشتغل كمان في التخصص بتاعي فيما بعد. يعني انا كده كده مفروض ان انت بتتجهز في العملي لسوق العمل. طبعا مع الاجزاء اللي موجودة عندنا طبعا وعدم مطابقتها 100% لسوق العمل، لكن في بعض الاجزاء طبقت دلوقتي ان في اجهزة جديدة نزلت عندنا المدارس، لكن احنا بقدر الامكان بنحاول نديك البدايات اللي بيها تبقى جاهز شويه لسوق العمل. بتنزل سوق العمل طبعا وبتبدا ان انت تشوف الماكينات الجديده وتشوف تتعرف عليها وتتعرف على التخصص بتاعك كويس، وتعرف ان التخصص مش تخصص واحد، ده متقسم مجموعه كبيره من التخصصات. انت بتاخد التخصص العام، لكن لما بتنزل على التخصصات الفرعيه هتلقى ممكن كل جوه تخصص فرعي اقدر ابقى لقى كمان في وظايف ليا. فانا مش شرط اكون شغال في النسيج وشغال في كل الاقسام في قلب المصنع، لا، انا بتخصص في فرع واحد بس من فروع التخصص بتاعي اللي انا فيه اكتر مهارة. طبعا في لما بننزل المصنع او بننزل مكان العمل احنا طبعا بيحصل ترقيات، اللي هو عارف او عنده مهارة اعلى بيبدأ يتنقل من مرحلة لمرحلة تانية جوه المصنع نفسه. معناها ان في ترقيات، معناها ان اقدر انمي كمان مهاراتي وانا شغال في قلب المصنع. يبقى الهدف في البداية من المواد دي وخصوصا مادة الآلات، هي تعتبر أهم مادة في كل التخصصات الصناعية، المادة اللي بيها بعرف كل المعدات والأدوات الخاصة بالتخصص اللي مفروض يكون عندي مهارة عالية في التعامل معها. انت ليه بتدرس؟ عشان نزود المهارات في الجزئية دي. طب لو ما زود المهارات في الجزئية دي ايه اللي هيحصل معاك فيما بعد؟ لما هتنزل مكان عمل ويطلب منك انك تقف على ماكينة معينة هتبقى انت عندك القدرة على التعامل مع الماكينة دي ايا كان نوع الانتاج اللي انت هتنتجه على الماكينه. لو عندك المهاره هتنتجه بتقنيه عاليه، هتنتجه بمهاره عاليه، هيطلع المنتج بتاعك مطابق للمواصفات المطلوبه من المصنع، فبالتالي انت هيزيد دخلك وفي نفس الوقت المصنع كمان هيزيد الدخل بتاعه، هيزيد المكسب بتاعه. وطبعا اذا كان المكان حابب ان هو يكون ناجح بره في السوق محتاج انه يجيب عمال مهره، محتاج ان يجيب مساعدين مهرة، كل المكونات الخاصة بالمصنع. طبعا مش شرط ان تخصصك، طبعا احنا عارفين ان خريج الدبلوم له وظيفة معينة في قلب المصنع، والدبلوم عندي اكتر من نوع مش نوع واحد، فكل نوع من الدبلوم له وظيفة جوه المصنع او له زي ما نقول النظام في التعامل في الوظائف. يعني مثلا الدبلوم المهني ده بيخرج العامل اللي واقف على المصنع اللي على الماكينه في قلب المصنع، دبلوم الفني العادي ده الفني اللي بيبقى زي ما احنا بنقول عليه مشرف في صاله الانتاج، الفني الاول ده المشرف الاعلى اللي هو اللي يعتبر رئيس المجموعه نفسها اللي موجوده في قلب الصاله، او بنسميه احنا مساعد المهندس. يعني بيبقى دايما بيبقى ايه زيه زي المهندس في التعامل مع المصنع او الماكينات اللي موجوده في قلب المصنع. فاحنا عندنا اكتر من نوع دبلوم. احنا الدبلوم بتاعنا الدبلوم العام
اللي هو بنقول عليه مساعد. فالمساعد ده مبيبقاش في وظائف عادية في قلب المصنع، لا ده هو له كادر معين داخل المصنع، فبالتالي هو المفروض يكون أعلى مهارة، ومفروض كمان يكون أعلى معرفة غير العامل. العامل المعرفة عنده هتكون قليلة شوية، ما بيهتمش بالمعارف، لكن احنا عندنا الطالب بتاعنا المفروض طالب الدبلوم هيكون عندنا شوية اهتمام بالمعارف بتاعته. عشان كده حتى تلقى المواد الثقافية مواد فيها معلومات كتير غير الدبلوم التاني الأقل منه شوية اللي هو الدبلوم بنقول عليه مثلا المهني. فده له نظام وده له نظام. في نظام تاني نظام العمال واحنا عارفينه. فنظام العمال ده ممكن يكون حد شغال في قلب مصنع وجاي بيطور من نفسه، فبيجي ياخد دبلوم عشان يرفع درجة لنفسه أو يعمل لنفسه ترقية جوه المصنع. فأنظمة الدبلوم المختلفة دي بتدي مرونة شوية كمان للطالب بتاعها عشان يقدر ان هو يلتحق بالسوق ايا كان الوظيفة اللي هو عايز يلتحق بيها في قلب سوق العمل. المهم ان سوق العمل في النهاية بيدور على المهارات العالية، مش بيدور على الواحد معاه الشهادة وخلاص. عشان كده دايما احنا هنلاقي عندنا في التعليم الفني بنلاقي دايما حتى الجزء العملي عليه عامل كبير جدا في تأهيل الطلبة بتاعتنا لسوق العمل. طيب اذا كنت انا بأهلك لسوق العمل مطلوب من حضرتك ايه؟ طبعا قبل الامتحان احنا زي ما قلنا هو مش الامتحان هو كل حاجة، ان انا ممكن ادخل الامتحان وانا معيش معلومات وفجأة اكون انا مذاكر وحافظ بس، يعني في جزء عندنا في الحفظ. فاذا كنت حافظ بس ده مش هينفع معايا، حافظ وتجيب مجموع بس هتنزل السوق ما تعرفش حاجة، وده اللي بنقابله في قلب السوق دايما. اصحاب الاعمال لما بنقعد معاهم بيشتكوا من الجزئية دي، بيشتكوا من ان الطلبة نفسها او الخريجين نفسهم لما بيجوا مش حابين ان هم يشتغلوا، حابين يشتغلوا في وظائف معينة. الوظائف المعينة دي هي مش مطلوبة اصلا او الطلب عليها بيكون قليل، اما الوظائف المطلوبة داخل المصانع اللي فيها مهارات مش بيلاقوا ليها عمالة. طب عشان انا ازود العمالة في الجزئية دي لازم الطالب بتاعي تزيد مهاراته. اذا انت حابب تنزل سوق العمل وتكون مطلوب لازم تكون ماهر في الجزئيات دي. عشان تكون ماهر زي ما قلنا انا عندي جزء معرفي وجزء عملي. الجزء المعرفي طبعا المواد الثقافية والمواد التخصصية النظرية، اذا نميت نفسك فيهم وبعد كده في نفس الوقت بدأت تنمي نفسك في الجزء العملي وبدأت تشتغل كتير، يعني انا عندي في طلبة تبقى شغالة عندي في قلب المدرسة عادي مفيش اي مشكلة، وبعد الظهر بلاقيها نازلة في مصانع او ورش صغيرة في قلب التخصص بتاعها عشان تنمي نفسها. وفي نماذج كتيرة جدا حتى عرضناها هنا في برنامجنا، الطلبة فتحوا مشاريع فعلا. كان معانا طالب قبل كده وكان بدأ بمكنة ملابس، يعني كان اسمه ملابس، بدأ مكنة ملابس وبعد كده زود المكنة بقوا 4 مكنات ودلوقتي بقى عنده حوالي 12 مكنة، يعني بقى عنده ورشة كبيرة وبقى يسحب زمايله كمان معاه ويشتغلوا. فاحنا عندنا نماذج من دي كتير، عندنا نماذج في أقسام تانية كتير بتقدر إن هي تعمل مشاريع صغيرة. فيبقى إذا عندي طالب وصل للمرحلة دي يبقى أنا حققت هدفي معاه. فده المطلوب مننا في المرحلة دي. ده كان الكلام عن الجزء اللي هو بنجهزك فيه لسوق العمل. يبقى مش الغرض من الامتحان بتاعنا ان انت تدخل تحط المعارف اللي انت فاهمها او حافظها في قلب ورقة الاجابة، لا ده انا عايزك تحطها وانت كمان متأكد من المهارات اللي معاك. لان في بعض الاحيان حتى الاسئلة بتاعتنا في الامتحان بنقول عليها لفة. بمعنى ايه لفة؟ بمعنى ان هو بيسأل سؤال اللي هو سهل اللي هو اجابته بسيطة، بس الكتاب طريقة الصياغة نفسها بتاعت السؤال تخليك تفتكر انه محتاج حاجة تانية او بيسأل عن حاجة تانية خالص غير اللي انت ايه فاهمها او اللي انت عايز تكتبها، فبالتالي اجابتك كمان بتنحرف بتروح تجاوب في اتجاه تاني خالص، فبالتالي بنبص لقى الدرجة ايه قلت. كتير مننا من الطلبة بتاعتنا بتيجي تقول لنا انا مجاوب كويس وانا متأكد من اجابة السؤال ده بس انا جبت درجة وحشة في قلب الامتحان. فلما تيجي تراجع معاه وتيجي تقول له انت كتبت ايه بالظبط تلقاه هو كتب في اتجاه غير الاتجاه اللي طالبه السؤال. بمعنى ان في بعض الاحيان مثلا يطلب منك ايه مثال، احنا هنقول مثال بس مش ده المثال الطبيعي، بس احنا بنحاول نطبق السؤال نفسه. مثال مثلا يقول لك اشرح مع الرسم حركة تشغيل جهاز كذا، ومثال تاني يجي يقول السؤال تاني اشرح الغرض من ماكينة كذا مع الرسم، الاتنين طلب فيهم الرسم. فانت كده كده اما تيجي تعمل الرسمة مفروض ان انت بتحط الاجزاء عليها، بس في واحد سؤال منهم طلب الغرض والتاني طلب حركة التشغيل،
ففي بعض الاحيان يعني في بعض احنا بنقول بس مثال للسؤال، هو مش ده المثال المقصود، بس انا عايز اقول ان في هنا طلب غير الطلب ده، بس الكلمتين هنا مختلفين. لا ده انا في الامتحان بيبقى كلمتين شبه بعض، بس طبعا انا مش حاضر في ذهني حاجه مشابهه عشان اقولها، لكن لو واحنا شغالين وجت في ذهني هقولها الجزء او الموضوع المشابه، حتى لو كان في عندنا بعض الاسئله فيها الموضوع ده. فمعنى انه طلب مني الغرض غير لما يطلب مني حركه التشغيل. حركه التشغيل كمان لما باجي اشرحها لازم اشرحها بطريقتين اذا كان الجهاز له حركتين. طب اذا طلب الغرض فالغرض هو سطر واحد بيتكتب، الغرض من الجهاز انا بشتغل فيه في قلب المكنه دي ليه، او جايبه في قلب المكنه دي ليه، او جايب المكنه دي نفسها في قلب المصنع بتاعي ليه، الغرض منها 1 2 3 واروح كاتب السطر المطلوب. اما حركه التشغيل فانت حسب الاتجاهات بتاعت المكنه وحركه المكنه او حركه الجهاز فانت بتكتب مجموعه من السطور بناء على ترتيب الاجزاء اللي موجوده عندي في قلب الرسم. فاذا كنت انت رسمت وكتبت الاجزاء على الرسم وعارف بدايه الحركه منين، فهتبدا تشرح حركه التشغيل على الرسم من فهمك للمكنه نفسها. اما لو انت مش عارف حاجه عن الترتيب الاجزاء وطلب منك حركه التشغيل، فبالتالي مش هتقدر تشرح حركه التشغيل. فالحته دي فيها فهم مش حفظ. فاذا انت رسمت وكتبت، بعض الاجهزه عندنا متشابهه، يعني ممكن مثلا جهازين شبه بعض، زي مثلا في تخصصنا عندنا المضارب العلويه والمضارب السفليه، الاثنين مضارب، فممكن انت حافظ مضرب من الاثنين وجات رسمه المضرب السفلي وحضرتك رحت راسم المضرب العلوي ورحت شارح الاجزاء بتاعه المضرب العلوي، فالموضوع راح فين؟ راح في اتجاه تاني خالص، وانت خارج ومتاكد ان انت مجاوب صح. بس انا عندي في التصحيح بما ابص على الاجابات بتاعتك، انا عندي نموذج وعندي سؤال وانا مدرس تخصص وقاعد عشان التصحيح. فاذا اجابتك مش مطابقه للنموذج كرسم وككلام، ممكن الكلام بيتغاضى عنه شويه لان التعبير مفتوح، بس وانت بتعبر عن الكتابه بتاعتك او عن حركه التشغيل عبر بالترتيب، حط اي مسميات، حط الصيغ اللي زي ما انت عاوز في قلب حركه التشغيل ان احنا كده كده هنقراها، بس تكون على نفس الموضوع. يعني مش معنى ان هو طالب مثلا المضارب العلويه وانت رسمت المضارب العلويه صح وما جيت تجاوب كتبت ايه المضارب السفليه، فلما اجي اقرا خطوات اللي انت كاتبها بتاع حركه التشغيل هلاقيها غير مطابقه للرسم وغير مطابقه للنموذج، فبالتالي ايه الدرجه بتاعت الجزء ده بتتشال منك. فدي المشاكل اللي ممكن تقابلنا في قلب الامتحان، فنخلي بالنا. الحاجه الثانيه في الامتحان برضو، يمكن عشان برضو اول حلقات المراجعه النهائيه بتاعتنا، لازم نهتم بورقه الاجابه. ورقه الاجابه هي اهم حاجه عندي، عشان هي دي اذا كنت انت مرتب كويس اللي هيمسك الورقه ويبدا يفتحها كمصحح لازم يقرا الاسئله بالترتيب، لان ما بقاش واحد بس بيصحح الورقه، بيبقى في اكتر من واحد برضو. ده عشان ما نقولش ان في بعض الطلبه بتيجي تقول لا ده الاستاذ في المدرسه عرف اجابتي او عرف ورقتي فطبعا عمل لي مشكله في قلب الامتحان. مفيش عندنا الكلام ده، حتى لو انت سنه نقل مش دبلوم، ففي اكتر من واحد في لجنه بتبقى قاعده بتصحح الورقه، فانت اطمن من الناحيه دي، اطمن من درجاتك، بس المهم تجاوب صح، تجاوب بالترتيب. الترتيب الاسئله طبعا احنا ساعات بنفضل ان نقول ايه، يعني يا تكتب راس السؤال يا تكتب عنوان السؤال، يعني مثلا السؤال الاول وتبدا تجاوب السؤال الاول. بس المشاكل برضو اللي بنقابلها في التصحيح بتاعنا بنلقى ان انت كاتب السؤال الاول بس الاجابه اللي تحت السؤال الاول اجابه السؤال الثاني، فاللي بيجاوب السؤال الاول وقرا العنوان وقرا الاجابه لقاها اجابه مختلفه، فبالتالي برضو انت هتنزل في الدرجه بتاعتها، مش هتاخد الدرجه في الجزئيه دي، فنخلي بالنا برضو من الجزئيه دي. فعشان كده هنريح بالنا ونعمل ايه، لو فرضا انا كتبت السؤال الاول ونسيت، بس انا كاتب راس السؤال الاول هبقى انا فاهم ان انت بتجاوب على نفس السؤال اللي موجود عندي في الورقه. عشان كده دايما بنفضل ايه، اكتب راس السؤال. اذا كان في بعض الاسئله فيها صح وغلط، احنا طبعا في بعض الاحيان بنقول ايه، بنكتب الف وب وج ود ونبدا نصحح دي صح ودي غلط دي صح ودي غلط، فانت بتعمل علامات. برضو بنفضل انك تكتب عشان افهم انت بتكتب الصح والغلط دي على ايه، هل انت عارف الاجابه المقصوده دي على الجزئيه دي بالذات ولا بتتكلم في جزئيه تانية. الحاجه التانية الترتيبات، ترتيب نفسه جوه السؤال. في بعض الاسئله بتاعتنا خصوصا في ماده الالات السؤال ما بيبقاش سؤال لوحده، يعني ما بيبقاش مثلا السؤال الاول
وفي عنوان وانتهى الموضوع، او في سؤال وانتهى الموضوع على كده. لا، ده بيحتمل ان في سؤال واثنين وثلاثه واربعه تحت السؤال الرئيسي. فبالتالي كل سؤال عندنا فيه مجموعه من الاسئله، يفضل اسيب لهم صفحه او اسيب مساحه تقضي الاجابه بتاعتي. انا ببقى مقدر الاجابه بتاعتي. طبعا الكراسه في عدد ورق كتير جدا يقضي اكتر من 4 اسئله او 5 اسئله، فانت امسك الورقه ورتبها. ما تخافش ان انت تجاوب في الاجزاء يعني انت سبت ورقه فاضيه وجاوبت بعدها، احنا كده كده هنبص على الورقه كلها، فاطمن اجابتك. بس انت وسع الاجابات، ما ينفعش يبقى انت مجاوب السؤال الاول في الصفحه الاولى وناقصه جزء ومكمله في اخر الكراسه. دي هي احنا بنشوفها، بس بنشوفها بس بتبقى عامله مشكله، لان انت بتحط لك درجه على الجزء ده. وبنبص على الاجابه النهائيه بتاعتك في الصفحه الاخيره لو انت سايب او حصل معاك المشكله دي، وبنحاول نكمل لك الدرجه بتاعتك. بس يفضل عشان الترتيب وعشان فرضا ان هي اتنست او اتبص عليها وخدت عليها نظر، احنا مش عايزينها نظر، احنا عايزين يتاخد عليها درجه. فاذا كنت عايز تدخل عليها درجه تحطها في مكانها، فيبقى الترتيب عندي مهم. الرسم، اذا كنا بنتكلم عن الرسم، لما باجي ارسم في الالات يفضل برسم بالادوات، برسم بالقلم الرصاص. اذا انت اضفت الوان في قلب الرسم بتاعك فده بيسبب مشكله للورقه، ان هتخش لجنه تصحيح خاصه. لجنه التصحيح الخاصه دي ليها نظام تاني لوحده، هتتسحب ورقتك من مجموعه الورق بتاع زمايلك وتتحط بلجنه من مجموعه من المصححين لمعالجة الورقة دي. الراجل ده حط العلامة، دي بالنسبة لنا احنا علامات، العلامات دي محطوطة ليه؟ مقصود بيها ايه؟ هل انت طبعا ممكن يكون انت بتنظم الورقة، بس تنظيمك للورقة او تنظيمك لرسمك بالالوان حاجة، اذا كان كل الطلبة على مستوى الجمهورية بيعملوه مفيش فيه مشكلة، اما لو ورقة واحدة مميزة فدي معناها حاجة تانية خالص، معناها ان محطوط علامة على الورقة. علامة على الورقة لازم تتسحب وتتحط في اللجنة الخاصة وتتصحح. بالظبط، يعني انت حتى لو بنقول فرضا يعني اجاباتك في الاجزاء الخاصه بشرح حركه التشغيل زي ما قلنا انت صيغ بالطريقه اللي انت حاببها، اذا اجاباتك في الجزئيه دي تمام مفيش مشكله. اما لو دخلت اللجنه الخاصه فانت لازم اجاباتك تكون مطابقه للنموذج، اختلفت عن النموذج بتنزل في الدرجات على حسب اختلافك عن النموذج، فيبقى دي فرصه ليك اكتر. فاذا كنا بنرسم هنرسم برصاص، نخلي الرسم بتاعنا واضح بالادوات، طبعا مفيش حاجه اسمها رسم يدوي عشان خاطر يبقى شكل الرسم عندي كويس. الاجزاء طبعا ما ننساش نحط الاجزاء، عندك حريه في الاجزاء، تقدر انت تكتبها برصاص، طبعا يفضل برصاص، في بعض الاحيان بنكتبها بالجاف، بس يفضل كمان الاسهم نفسها ما اكتبش الجزء او ما اكتبش اسم الجزء على الجزء نفسه، لا اطلع سهم بعيد عن الجزء عشان يبقى حتى الرسمه نفسها تكون واضحه. وطبعا زي ما قلنا في فرق ما بين الالوان اللي برسم بيها او تقل القلم الرصاص اللي برسم بيه الاجزاء الرئيسيه بتاعه الجهاز، والتقل الرصاص اللي انا برسم بيه الاسهم بتاعه الاشاره اللي بتشاور على الاجزاء. يفضل الاسهم الاشاره تكون بخط خفيف جدا والخطوط بتاعه الجهاز نفسه تكون تقيله سنه عنها عشان يبقى واضح ان انت بترسم الجزء ده. حطيت اجزائك على الرسم ورسمت الرسمه بتاعتك وخدت المساحه المطلوبه منها، بتبدا بقى تشرح حركه التشغيل. احنا قلنا حركه التشغيل عندنا دايما في بعض الاحيان بتحتمل احتمالين، في حاله الثبات ان مفيش اي تفاعل من الجهاز، وفي حاله الحركه ان الجهاز هيدي اشاره او هيبدا ان هو يدي حركه التشغيل الاساسيه بتاعته. فدي ليها حركه ودي ليها حركه زي ما احنا بنشوف في الاجزاء بتاعتنا في المكنات بتاعتنا. ده بالنسبة للجزء ده. طبعا في الامتحان زي ما قلنا انت بتبقى قاعد في الامتحان، بيجي لك ورقة الاجابة عليك، في طبعا في استاذ بيكون واقف معاك في قلب اللجنة، الغرض من وجوده مراقبة الامتحان، مراقبة سير العملية الامتحانية داخل اللجنة، وفي نفس الوقت طبعا بيحاول ييسر لك ويسهل لك الامتحان بتاعك بحيث ان انت تمتحن في جو كويس. فعشان نخلي الجزئية دي كويسة معانا نحاول ان احنا نتعامل مع ورقتنا بس، يعني مفيش مثلا اي قلق او اي مشاكل تحصل في قلب اللجنه عشان نقدر نكون اللجنه بتاعتنا كويسه. المشاكل اللي بنتكلم عليها ان الادوات هي مشكلتنا في قلب اللجان، بتكون الادوات، عدم وجود ادواتك معاك ده طبعا بيسبب صوت في اللجنه، طبعا ده بيأثر على زمايلك في قلب الامتحان، وده طبعا احنا مش عاوزينه. وطبعا زي ما قلنا احنا عندنا بقالنا فتره
بندور على الطلبة اللي عندها المهارات العلمية والعملية. فإذا كنت أنت عديت من الجزء العملي في الورشة وطبعا تفاعلت مع الامتحان بتاع الورشة وأبديت لكل المهارات اللي عندك والحمد لله عدينا من الجزء ده، بنتنقل لجزء النظري اللي هو الامتحان اللي بتمتحنه في الفصول فوق مع اللجنة بتاعتك. نخلي بالنا بقى من الإجابات بتاعتنا، احنا طبعا بنحاول نهيئ نفسنا للامتحان، لأن كل إجابة أنت هتجاوبها هتأثر عليك فيما بعد، خصوصا إذا كان حلمك إن أنت تدخل أو تكمل كلية فيما بعد. ده بالنسبة للجزئية دي. بالنسبة بقى للمادة بتاعتنا، احنا اتكلمنا عن مادة الآلات بما فيه كفاية، وعرفنا إن ليها نظام خاص في التعامل، وهو إن فيها زي ما قلنا شرح عملي مع الشرح النظري. إذا كنا بنتكلم عن الأغراض، فكل جهاز أنا بشتغل عليه له غرض. إذا كنا بنتكلم عن الإصدارات، فكل جهاز إحنا بندرسه له أكتر من إصدار. يمكن الإصدار اللي معانا بيكون أبسط إصدار، بمعنى إحنا بنحاول لما بنيجي نجيب لك في المناهج بنجيب الجهاز البسيط اللي تقدر كل الطلبة تتعامل معاه. أما الأجهزة اللي فيها بعض التعقيدات او بعض الاجزاء الكتيره جدا دي بتبقى مؤجله لغايه لما انت تنزل سوق العمل او بتدرس في نظام ال5 سنين في السنه الرابعه والخامسه، مستوى اعلى شويه من اللي احنا بناخده في الدبلوم ال3 سنين. فنخلي بالنا برضو من الجزئيه دي، احنا بناخد مبادئ مش بناخد كل حاجه. كل حاجه دي هتاخدها ان شاء الله لما تنمي خبراتك في سوق العمل. عشان كده بنقول ان بعض الطلبه بتاعتنا بتبقى بتدرس وفي نفس الوقت بتشتغل، بتدرس بتاخد المهارات المعرفية والعملية جوه المدرسة وبتنمي خبراتها في قلب الورش اللي بتبدأ تلتحق بيها عشان تبدأ تاخد الخبرة الخاصة بالماكينات دي في قلب السوق. بداية مادة آلات النسيج احنا خدنا فيها شوط كبير جدا في الفترة اللي فاتت. خدنا طبعا احنا عارفين منهجنا في نهاية السنة بنمتحن المنهج بالكامل بداية من أول السنة لغاية نهاية السنة، فموضوعاتنا كانت متقسمة مجموعة من الموضوعات البسيطة. لو قسمنا موضوعاتنا احنا موضوعاتنا حوالي 4 أو 5 مواضيع بداية من أول السنة. أول موضوع عندنا حركة إمرار خيط اللحمة والأجهزة بتاعتها، ودي مجموعة من الأجهزة يمكن هنشوف الأجزاء بتاعتها طبعا مع التعامل مع الأجهزة بتاعتنا. الجزء الثاني من منهجنا كان القلابات، الجزء الثالث كان جهاز البتري أو جهاز تغيير مواسير اللحمة، الجزء الرابع وكان أجهزة الحساسات الخاصة باللحمة، وهنكمل مراجعتنا بعد الفاصل. أهلا لكم مرة تانية، وموضوع مراجعتنا النهاردة هيكون موضوع مهم جدا. احنا عارفين احنا بنراجع مادة آلات النسيج لطلبة الدبلوم. آلات النسيج زي ما قلنا هي متقسمة مجموعة من الموضوعات. الموضوع الأولاني كان أجهزة الإمرار، الموضوع التاني كان أجهزة الخاصة بالقلابات وعندي نوعين من القلابات، الموضوع الثالث وكان أجهزة البتري وده جهاز بس متكون من مجموعة من الأجزاء، والموضوع الرابع هيكون جهاز الخاص بأجهزة الحساسات الخاصة باللحمة. فإذا كنا احنا بنتكلم عن الموضوعات دي فبالتالي لازم نقسم كمان المراجعات بتاعتنا بنفس الطريقة لمجموعة الموضوعات دي. فأول موضوع عندنا هنراجعه النهارده هو أجهزة إمرار خيط اللحمة، وإحنا عارفينه متكون من مجموعة كبيرة من الأجهزة. أول جهاز عندي طبعًا إحنا أول لو اتكلمنا عن الغرض قبل ما نطلع على أول جهاز، الغرض من أجهزة الإمرار هو إمرار خيط اللحمة، هو غرضها هو اسمها يعني أجهزة الإمرار الغرض منها إمرار خيط اللحمة في وسط النفس. بيتمرر بإيه بقى؟ بتختلف الأجهزة بتاعتنا. طب أنواعها؟ أنواعها كتير وهنتكلم عن الأنواع. انواعها انا عندي الاجهزه ايجابيه الحركه واجهزه سلبيه الحركه، دي طريقه من التقسيم، وعندي اجهزه تقليديه واجهزه غير تقليديه، دي طريقه من انواع التقسيم. فانا عندي اكتر من نوع من التقسيم. تقليديه يعني بتستعمل الشكل الطبيعي بتاعنا، لو انا عندي نول يدوي يعني بتستعمل المكوك بالايد، يعني لازم يبقى فيه ارسال واستقبال من الجهتين، يعني اذا كانت ديت ارسال المره دي ودي استقبال، فالمره اللي بعدها هتكون ديت الارسال والتانيه هتكون استقبال، فلازم يبقى الجهاز عندي متماثل. فده بيكون في اجهزه الامرار الخاصه بالمضارب العلويه والمضارب السفليه.
لكن الغير تقليدية بقى اللي هي بتستعمل الامرار من جهة واحدة، ودي بأنواعها كتيرة جدا، بتتعامل من في اتجاه تاني خالص في قلب الماكينات، فعشان كده بنقول عليها غير تقليدية. ده تقسيم. التقسيمة التانية اللي هي إيجابية وسلبية الحركة. إيجابية الحركة يعني في وسيط بياخد الخيط وبينقله من جهة لأخرى. الوسيط ده ممكن يكون مكوك، ممكن يكون ريبير، ممكن يكون قذيفة، يبقى دي حاجة مسكت الخيط ونقلته من جهة لأخرى. سلبية. سلبية يعني الخيط بيتحرك لوحده، مفيش حاجة ماسكاه، بيتحرك عن طريق مؤثرات حواليه بتخليه يتنقل من الجهة الشمال يروح للجهة اليمين. لو انا واقف قدام المكنة طبعا هو بيجي من الشمال لليمين على المكنة، يكون اتجاه الامرار اتجاه واحد في الاتجاه ده. فدايما كل حتفة بيمر الخيط من الاتجاه التاني، عشان كده حتى الكونة نفسها بتبقى راكبة في جنب من الماكينة نفسها. طب تعالوا نشوف الوسائل بتاعتنا بقى ونبدأ نتعامل معاها في المراجعة بتاعتنا. أول حاجة عندي في وسائل إمرار خيط اللحمة، وهتكون بالنسبة لي الوسائل اللي احنا بتعامل معاها اللي هي التقسيمة اللي احنا بنتكلم عليها، لسه بنتكلمين عليها دلوقتي. أنا عندي دلوقتي التقسيمة قلنا بتنقسم لنوعين، الطرق الإيجابية لإمرار خيط اللحمة والطرق السلبية لإمرار خيط اللحمة. احنا قلنا الإيجابية يعني في وسيط هينقل الخيط من جهة لأخرى، أما السلبية ما يتنقل الخيط عن طريق مؤثرات، مش هينتقل عن طريق حاجة مادية بتنقله من جهة لأخرى. أول حاجة عندي في الأنواع عندي هيكون عندي قصف المكوك بسط المضارب العلوية الأفقية. وطبعا احنا عارفين الجهاز ده من الأجهزة البدائية عندنا، وطبعا إذا كنا احنا بنتكلم عن البدائية ليه برضو أنا بدرس البدائية معاك السنة دي، أو ليه دايما في المنهج بتاعنا في بعض الأجهزة القديمة جدا؟ السبب واضح، السبب إننا بالنسبة لسوق العمل في بعض الورش ما زالت عندها الأجهزة القديمة دي، أما المصانع اللي فيها رأس مال عالي فبالتالي يقدر إن هو يغير الماكينات بشكل مستمر، فبالتالي يقدر إن هو يغير. فأنت بالنسبة لك ممكن تلقى بعض الماكينات دي موجودة عندك في السوق. حتى لو مش موجودة في السوق فانت بتدرس تاريخ الصناعة دي، يعني عندنا النول اليدوي كده كده برضو بندرسه وبنعرف الافكار بتاعته، لان في بعض الاحيان بنلقى في بعض المحافظات وخصوصا المشاريع اللي قايمة على الاسر المنتجة فيها انوال يدوية مش انوال ميكانيكية. فالنول اليدوي ميزته ان هو ما بيعملش صوت، ما بيعملش الضوضاء اللي بتصدر من الماكينات بتاعتنا، زائد انه الانتاج بتاعه بما انه هو يدوي بتبقى المهارات اللي فيه مهارات يدوية، حتى بيكون مطلوب حتى في السوق، خصوصا ان هو بيبقى مبني على صناعه المعلقات اكتر من صناعه الملابس. يعني انا كنت هصنع ملابس فطبعا هستعمل المكن الالي، اما اذا كنت بعمل معلقات فالانسجه اليدويه بتكون افضل شويه. ده بالنسبه لانواع المكن نفسها. تعالوا نشوف المضارب العلويه وشرح حركه التشغيل والاجزاء بتاعتنا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا دي الرسمه المطلوبه مننا في الجهاز ده، والرسمة طبعا بسيطة وبتبدأ بداية الحركة بتاعتي بداية من العمود السفلي اللي هو راكب عليه الكامة بتاعت القصف. فبالتالي بداية رسمك بتكون من الجزئية دي، طبعا عايز ترسم عمود الشمع الأول براحتك، المهم ان انا في النهاية يظهر معايا الشكل ده بالأبعاد دي. طيب لما اجي ارسم انا هرسم بمقاسات؟ لا، انا برسم بالنظر بنسب، لان طبعا صعب ان انا اديك هنا مقاسات، لان لو اديتك مقاسات يبقى انا كده اتحولت من رسم معدات لرسم هندسي، فبالتالي انا مش محتاج ان انا ارسم هنا بالمقاسات، بس ارسم بنسب زي ما احنا شايفين كده يكون الحاجة احجامها مناسبة لبعض. طبعا على الطبيعة مش دي الاحجام او مش دي النسب، على الطبيعة في بعض الاحجام بتكون اصغر او اكبر، لكن هنقول في النهاية ده مثال للشكل. فبداية الرسم عندي بتكون من الكامة والعمود السفلي والبكرة المخروطية، عندي بعد كده عمود الشمعة، وهنا جلبة الياي، وهنا طبعا الياي اللي هو بيراجع الأجزاء بعد زوال التأثير بتاعها، بعد كده عندي المضرب الخشب، وهنا عندي القرصين اللي بيمسكوا بينهم المضرب الخشبي، وعندي هنا الذراع جلد 13، وهنا عندي ال 13. طبعا اللي قدامي ده طبعا الدف، وده طبعا معروف الغرض من وجوده ايه هنا، لأنه طبعا هو اللي عليه الدرج الخاص بالمكوك. تعالوا نشرح حركة التشغيل. حركة التشغيل دي هنا
ما فيهاش غير احتمال واحد بس. يعني في بعض الاحيان احنا بنقول الاجهزه بتاعتنا بيكون فيها احتمالين، لكن هنا هيكون عندي احتمال واحد، الاحتمال التاني هيكون منتظر للحدفه اللي بعد كده، يعني هيكون انتظار مش حركه. فبالتالي اذا كان المضرب ده اللي عليه الدور في الضرب المكوك فيكون في حركه، اذا كان مفيش عليه الدور هيكون كل الاجزاء ثابته وهيكون منتظر الحدفه اللي بعد كده. تعالوا نتكلم عن حركه التشغيل. هنفترض ان الجزء ده او الجنب ده اللي عليه الدور في الامرار، احنا قلنا المكنه عندنا متماثله، يعني نفس الاجزاء دي الموجوده في اليمين هتلاقيها في المكنه برضو موجوده في الشمال. بس مشكله الجهاز ده زي ما احنا قلنا قبل كده من ضمن مشاكله وجود الذراع ده. وجود الذراع ده اثناء الحركه نفسها بتاعه الماكينه، لو حد وقف قدام المضرب وتحرك المضرب ممكن يعمل له ايه؟ يعمل حادث او يعمل اصابه للعامل. فبالتالي لازم تامين الجزء ده في قلب الماكينه. طبعا الماكينه كان فيها اسوار حديد طبعا من مبنيه معموله من الشبك بحيث انها تحمي العامل من حركه الذراع، لكن عشان المشاكل بتاعه الذراع ده اتغير شكل المكنه، لكن هي برضو موجوده ما زالت في المدارس وفي بعض الورش، عشان كده احنا بنتكلم عنها وبنبدا نشرح حركه التشغيل الخاصه بيها. لو بدانا من حركه التشغيل، دايما حركه تشغيل الجهاز هنا في جزء مش موجود دايما بتكلم عنه او بقول اسمه، وهو الكرنك العلوي. طبعا احنا عارفين ان حركه الاجزاء كلها في قلب الماكينه بتدور بفعل الموتور، فبدوران طبعا الموتور احنا عارفين بتتنقل الحركه من طاره العمال لطاره البطال، وتقدر تقولها برده من ضمن الشرح حركه التشغيل بتاعتك، او تبدا حركتك من الكرنك العلوي، لان الكرنك العلوي زي ما قلنا هو اللي فيه التقسيمه نفسها بتاعه الزوايا اللي فيها كل جهاز بيبدا يتحرك او يشتغل فيه. هنا بقى هنقول بدوران الكرنك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي. طيب الكلام ده هيتوصل ببعض ازاي؟ بيتوصلوا ببعض بترس، ترس راكب على الكرنك العلوي وترس راكب على الكرنك السفلي. هنا الحركة بتاعتي بالنسبة للكرنك العلوي الدورة منه بحدفة واحدة، العمود السفلي الدورة منه بحدفتين. طب ليه بحدفتين؟ لأن الجهاز متماثل وفي كامة في الشمال وفي كامة في اليمين. كامة الشمال هيبقى بوزها الأعلى، يبقى اليمين بوزها لأسفل اللي هو البوز اللي هو عندي الجزء الفعال ده. طيب إذا كان متماثل يبقى أنا عايز الدورة الكاملة من فوق تديني نص دورة من تحت، عشان الدورتين من فوق الحدفتين من فوق يديني دورة كاملة من العمود السفلي، فيديني حدفتين، حدفة من الشمال وحدفة من اليمين، يبقى دي اسمها الدورة الكاملة للعمود السفلي. العمود السفلي مش عليه الكامة دي بس، عليه أكتر من كامة، بس اللي يهمنا الكامتين اللي في اليمين والشمال اللي هم أساس حركة المضرب. طيب هنقول بدوران الكرنك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامة، فيضغط بوز الكامة على البكرة المخروطية، فيدور عمود الشمع جزء من محيطه، تمام كده. في المضرب بقى احنا كده هنوصل الحركة بعد عمود الشمع للمضرب، فيندفع المضرب لداخل الماكينة جاذبا معه ذراع جلد 13 جاذبا ال 13 طبعا قاذفا المكوك داخل النفس. هنقول حركة تشغيل تاني عشان نأكد عليها. احنا بنقول بدوران الكرنك العلوي، يعني هنا كمان بنشرح على الرسم عشان يكون الرسم واضح قدامي وانا بشرح منين. بدوران الكرنك العلوي اللي هو مش موجود في المكان ده، ده موضعه، بدورانه يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكامة. طبعا هنقول فتدور الكامة، هي بتدور كده كده، ما دمت انا قلت العمود السفلي دار يبقى عشان الاتنين قطعة واحدة هتدور الكام، بس احنا هنقول يضغط بوز الكام على البكرة المخروطية، بعض الاحيان بيسموها تحت التومة، فيدور عمود الشمعة جزء من محيطه. ليه جزء من محيطه؟ لانه مش بيدور دورة كاملة، ده بيدور جزء بس. فيدفع المضرب ذراع المضرب لداخل الايه؟ الماكينة جاذبا معه ذراع جلد 13 جاذبا معه 13 ليقذف المكوك داخل النفس. كده تمت الايه؟ الحدفة. طيب
وبعد زوال تأثير بوز الكامة، لازم نكمل الحركة. بعد زوال تأثير بوز الكامة تعود الأجزاء لوضعها الأصلي بفعل مين؟ الياي. يعني الياي لو أنا دورت عمود الشمعة جزء من محيطه، الياي هيسحبه تاني للخلف فهيتعدل ويوصل للنقطة الأساسية بتاعته. ده بالنسبة للأجزاء الخاصة بالماكينة. وحركة التشغيل بداية من زي ما قلنا دايما نتكلم من عليها من الكرنك العلوي. يبقى الأجزاء دي كلها بترجع لوضعها الطبيعي بفعل مين؟ بفعل الياي. يبقى هنا عرفنا السبب من وجود الياي في الموضع ده، ومعاه كمان جلبة الياي. العمود بيلف جزء وهو بيرده تاني بعد زوال التأثير. يبقى كده ده أول مضرب عندنا، المضرب الإيه؟ العلوي. طب الجهاز ده تقسيمته هل هو تقليدي ولا غير تقليدي؟ هيكون تقليدي. طب هل هو إيجابي ولا سلبي؟ هيكون إيجابي. طب ليه تقليدي وليه إيجابي؟ لو اتكلمنا عنه إن هو تقليدي لأن هو المكنة متماثلة، المكنة فيها الجزء الشمال في كل الأجزاء والجزء اليمين برضه في نفس الأجزاء، يبقى اسمه إيه؟ جهاز متماثل، يبقى تقليدي. طيب ليه إيجابي؟ ليه إيجابي؟ لأن المكوك هو اللي شايل الخيط وبينقله من جهة لأخرى، فبالتالي يبقى هو إيجابي. في بكرة موجودة في قلب المكوك وبتتنقل مع المكوك من الجهة الشمال للجهة اليمين، يبقى مين اللي بيحمل الخيط؟ المكوك. حامل ايه؟ حامل البكرة بما فيها الخيط. فحتى النقلة الخزنة نفسها بتاعت البكرة بسيطة جدا او بتحمل كمية خيط قليلة، فطبعا بيأثر شوية على كمية الخيط، فطبعا هي ليها حلول، وكنا احنا حليناها بوجود جهاز البتري معانا في قلب الماكينة عشان يطول شوية من العملية. لما الجهاز بتاعنا اللي فات ده صعب وجود البتري عليه، بيبقى في الجهاز اللي بعديه اللي هو جهاز المضارب الرأسية. يبقى هنا الأفقية ما فيهاش، ما ينفعش يركب عليها بتري، أما الرأسية هينفع يبقى عليها بتري لأن ما فيش حيز فوق الماكينة، الدنيا واسعة شوية، فأقدر أستعمل جهاز زي جهاز البتري يطول معايا العملية شوية في أثناء عملية التشغيل. طب نتنقل للجهاز التاني، ده كان الجهاز الأولاني هو جهاز المضارب العلوية الأفقية. بعد كده المضارب السفلية الرأسية، ومن اسمها هي رأسية يعني واقفة بالطول على الماكينة. أول حاجة عشان أتنقل من المضارب العلوية للمضارب السفلية كان الغرض منها تخفيف الأحمال على الماكينة، تقليل المساحة اللي بياخدها الحيز بتاع المضرب العلوي، تأمين شوية العامل. احنا زي ما قلنا الماكينة لما كان فيها مضرب علوي، طبعا احنا عارفين المضرب بيبقى حركته كده، فاذا كان هو بيتحرك كده وفي عامل مد ايده او مد جسمه عشان يعمل اي حاجة على الماكينة وما خدش باله، لسه خبرته قليلة في قلب المصنع، فدخل على المكنة ووقف قدامها وحد شغل المكنة وراح المضرب راح ايه ضربه، فده هيعمل اصابة كبيرة جدا لان المضرب بيبقى قوته عالية جدا. فدي كانت المشاكل اللي بتقابلنا في المضارب العلوية. هنخفف الأحمال وهنزود السرعة، ودي كلها مميزات بتضاف على الماكينة، وهنأمل كمان العامل اللي على الماكينة. يبقى كل تطوير خلي بالنا واحنا بنعمله الغرض منه زيادة الإنتاج، جودة الإنتاج، تأمين العامل، وطبعا تأمين الماكينة في النهاية، لأن هي الماكينة لو اشتغلت باستمرارية هتطلع لي إيه؟ هتطلع لي إنتاج كويس أقدر إن أنا أسوقه فيما بعد. تعال نطلع على الجهاز اللي بعده. طبعا احنا فهمنا الجزئيه دي احنا ليه بنطور، وكل جهاز احنا هنلغيه او هنقول اللي بعديه هنقول السبب في وجود اللي بعديه ايه. هنا زي ما قلنا المضارب السفليه الرأسيه لما اشتغلت معانا او لما احنا اخترناها احنا خففنا شويه من الاعباء اللي كانت موجوده على الماكينه، بدل ما كان في عمود شمعه ومضرب هيبقى في مضرب بس وهختصر كل الاجزاء. ده بالنسبه ل المضارب السفلية. تعالوا نشوف الرسمة بتاعتها. هنا طبعا الأجزاء اختلفت، المضرب بقى عندي هو المضرب بالشكل ده، هو العمود اللي واقف قدامي مايل بالشكل ده، وطبعا اللطاشة راكبة عليه مباشر وراكبة على أو متلامسة مع المكوك. طيب ليه التلامس ده؟ التلامس ده عشان يديني القوة الكافية. طب هو إيه اللي كانت المشكلة في المضرب اللي قبله؟ ما هو كان برضه فيه لطاشة وفيه جلدة. المضرب اللي قبله كان فيه جلدة
كانت بتسحب شوية من قوة العزم اللي انا اديتها للمضرب. بمعنى لو انا هضرب ماسك مثلا حاجة في ايدي، جلد مثلا او اي حاجة، ومتعلق فيها حاجة تانية. يعني انا المضرب اللي فات هو عبارة عن مضرب خشبي وعليه سير جلدي ساقط، وبعد كده اللطاشة، اللطاشة وزنها تقيل، فالمضرب بيروح ويرجع، دي قوته. تخيل ان انت ايدك بالشكل ده، وفي مثلا حبل او حاجة نازلة من ايدك، والحاجة دي مربوطة بحاجة على مجرى، وانت بتسحب ايدك كده شمال ويمين وشمال ويمين، القوة نفسها اللي انت بتسحب بيها ايدك دي بتتفرغ قبل ما توصل لايه؟ للجزء المتصل على المجرى. بمعنى لو انا ضربت مثلا بسرعة، او انا حركت المضرب بسرعة 100 كيلو في الساعة مثالي، يعني هنلقى ان على ما توصل للطاشة هتوصل ل60 كيلو في الساعة. شفت الفرق؟ طب ال40 كيلو في الساعة دول راحوا فين؟ تم اهدارهم في المسافة اللي فيها الشريط الجلدي، لان الشريط الجلدي مرن. فالمرونة دي ايه؟ بتضيع شوية من القوة اللي خدها المضرب، فبتقلل سرعة الماكينة. كل ده بيأثر على الماكينة. انا محتاج ان الانتاج يزيد، ومحتاج قوة الضرب تكون عالية عشان اوصل لمسافات ابعد على الماكينة. عشان كده هنلقى المكنة اللي فاتت كانت الانوال بتاعتها كنزة شوية. اذا زودت القوة، المضرب هيضرب المكوك مسافة طويلة، وهيروح على مسافة كبيرة في قلب المكنة. في بعض الاحيان لما بنيجي ننزل نشتري القماش، بتلقى الناس بتقول على بعض الأقمشة العرض عرضين، اللي هي الأقمشة العريضة. طب العرض عرضين دي، أو القماشة اللي بيتعدى عرضها المتر ونص، أي مكنة هتجيبها وهتجيبها إزاي؟ وفي دلوقتي عندنا في ماكينات بتطلع عرض 4 متر. يعني تخيل العرض ده هيجي إزاي؟ يعني العرض 4 عروض. إحنا عارفين العرض الأساسي عندنا المتر، اللي هو إنك تشتري توب ولا حاجة بتلاقي يقول لك إيه ده عرض التوب. تخيل بقى إن أنت عندك توب عرضه 4 متر، اللي هو أقمشة المفارش. هنروح كده عند دلوقتي عند الأماكن اللي بتبيع مفارش أو أقمشة الفرش، هتلقى إن التوب بعرض المحل. فطبعا هو كل ما بيعمل التوب بالعرض ده بيعمل توفير للي بيعمل عملية التجهيز بعد كده، أو التفصيل بعد كده للقماشة دي. فكل ما أنا زودت العرض ده بتبقى في ميزة للقماشة، بيستخدمه استخدام تاني، أو بدل ما أنا اقص واوصل وصلتين ثلاثة، لا ده انا هاخد القماشة مرة واحدة واعمل اللي انا عاوزه بيها. فدي طبعا بعض المواصفات اللي بيطلبها اصحاب المصانع مننا، اصحاب مصانع الملابس او اصناف مصانع اللي بتاخد منك القماش بعد كده بتجهزه لغرض تاني. الغرض من الموضوع ان هو يوفر شوية على نفسه عمليات الايه؟ الانتاج. يعني اذا انت عملته عرض متر، فانت ممكن هو بيعمل الانتاج بتاعه هيعمل 4 خطوات. طب انت لو عملت له العرض 4 متر، هيعمل الخطوة واحدة بس، تقفيل من جنب واحد بس، لكن التانية كان هيقفل وصلة واثنين وثلاثة واربعة عشان يوصل لل4 متر. انت ريحته اديتهم على بعض، فكل اللي هيعمله انه هيقفلها بس. فدي هتبقى ميزة معاه في قلب المصنع. عشان كده في بعض المصانع او في بعض الشغل بتاعنا بنيجي حتى ندي مسائل رسم فني، بتلقى العروض بتختلف بتاعت القماش بتاعنا على حسب نوع الماكينة. طب انا هنا في المكنة دي ممكن يوصل العرض متر متر ونص، يعني العرض زاد. طب انا ليه زودت العرض في ماكينة المضارب السفلية؟ لان المضرب بقى ياخد بيدي القوة اللي خدها من الكامة مرة واحدة للمكوك، فبالتالي الدفعة بتاعته هتكون دفعة قوية. تخيل انت في ايدك عصاية وبتخبط بيها على حاجة، الخبطة هتكون قوية. طب تخيل بقى ان انت معاك عصاية ورابط بيها، رابط فيها حبل، ورابط الحبل ده بجزء تاني متحرك، فانت لما تيجي تضرب الضربة بتاعتك الحبل هيسحب منك القوة، والجزء ده هيطير بمسافة اقل او بقوة اقل، فمش هيدفع الدفعة اللي انت ايه اللي انت عاوزها. يبقى ده الفرق ما بين الجهازين. مين الاقوى؟ المضارب السفلية. مين اللي بيجذف قصفة طويلة؟ المضارب السفلية. مين اللي انتاجه اعلى؟ المضارب السفلية. مين اللي يخلي العامل واقف مطمن شوية؟ برضو المضارب السفلية، اللي هو الجهاز التاني. ليه؟ لان مفيش اي حركة، المضرب بقت مدارية تحت الدف، هو الجهاز راكب على الدف في الطرف من الشمال واليمين ومستخبي وراه، فبالتالي هو محمي بوجود الدرجة. حتى اللطاشة نفسها طالعة من وسط بتاع الجزء الخاص بالدرج، اللي هو حامل الادراج نفسه
هتلاقي ان اللطاشة طالعة من وسط درج المكوك. طب المكوك بيدخل ويستند على اللطاشة، وطبعا اللطاشات طبعا احنا عارفين ايا كان الجهاز بيبقى مصنوعة من مادة تقاوم الايه؟ الاصطدام. طيب ضربنا المكوك بالقوة المطلوبة وراح للجهة التانية، هيلقى نفس الجهاز متماسك في الجهة الأخرى. يبقى الجهاز ده قبل ما نشتغل عليه ونتكلم عنه، الجهاز ده ايه؟ متماسك، يبقى تقليدي. ما دام الشمال زي اليمين يبقى الجهاز ده ايه؟ تقليدي. بمعنى ايه تقليدي؟ بمعنى ان هو بيقلدني انا كبني ادم. لو انا لو واقف على مكنه نول يدوي، هل ان انا بمسك المكوك بايدي اليمين وارميه لايدي الشمال، الحدفه اللي بعد كده اضرب المكوك بايدي الشمال لايدي اليمين. فما دام في ارسال واستقبال ما بين الجهتين يبقى الجهاز ده اسمه ايه؟ تقليدي، بيقلد الشغل بتاع الانسان. طب الجزء التاني بقى، هل هو ايجابي ولا سلبي؟ في وسيط، الوسيط هيكون مكوك شايل بكرة الايه؟ اللحمة او ماسورة اللحمة زي ما احنا بنسميها، وبيتحرك من الجهتين شمال ويمين. يبقى الجهاز دوت جهاز ايجابي، يبقى الجهاز بتاعنا تقليدي ايجابي. طيب المكوك زي ما قلنا الخزان بتاعه فيه كمية خيط قليلة، واحنا قلنا ان احنا خدنا جهاز من فترة اسمه جهاز البيتري بيعمل على تغيير المواسير باستمرار اثناء حركة التشغيل، وده طبعا بيوفر شوية في عملية الايقاف بتاعة الماكينة، فبالتالي ده بيديني مساحة كبيرة جدا من عملية التشغيل، فبالتالي يبقى الاجهزة دي مزودة بجهاز بيتري عشان تدي لي انتاج جودته اعلى. يبقى اللي فات مضارب سفلية، المضارب العلوية انتاجها بيكون اقل، المضارب السفلية انتاجها اعلى. ليه؟ المضارب السفلية في استمرارية في التشغيل بسبب وجود جهاز البيتري، المضارب العلوية ما ينفعش اركب بيتري لان لو ركبته هيكون في حيز مين؟ في حيز المضرب، فبالتالي مش هينفع اركب جهاز بالشكل ده على الماكينة دي، فده بيقلل من الانتاج. تخيل ان انت بتوقف الماكينة وتطلع المكوك تغير الماسورة وترجع تحط المكوك تاني وتبدأ تشغل المكنة. طبعا احنا اذا اتكلمناه في 3 ثواني، فانا عشان اعمله في الجهاز او على الجهاز اوقف ماكينة بالكامل فيها حوالي ربع ساعة، لان طبعا انا على ما اشغل ماكينة تاني واشتغل مثلا 3-4 متر هتكون الدنيا خلصت مني. اما وجود خزان هو اللي بيغير اوتوماتيك، انا كل اللي بعمله حط المواسير المليانة على الجهاز، وطول ما هو ايه في مواسير هو بيغير لوحده، في مشكلة في الماسورة بيبدأ يغيرها خالص وبيعمل مشكلة. اما الحالة الوحيدة اللي بتقف فيها الماكينات دي اذا كان في مشكلة في خيط اللحمة، يعني الماسورة مدام مليانة ومشدودة كويس وملفوفة بالشكل المناسب، الماسورة هتفضل ايه شغالة رايحة جاية مفيش مشكلة. اما اذا حصل ارتخاء في الخيط او اتقطع مني، المكنة لازم تقف عشان اشوف المشكلة دي تتحل ازاي. يبقى اذا كنت انا لافف خيط كويس فهيديني استمرارية في الشغل، في مشاكل هو ده اللي هيعطل الانتاج على الماكينه دي. تعالوا بقى نشوف الاجزاء والرسم وحركه التشغيل الخاصه بالجهاز بتاعنا. هنا بالنسبه لي بالنسبه للرسم اللي عندي، انا هنا بقول برضو ان الاجزاء بتاعتي بتبدا برضو من العمود السفلي اللي هو بدايه الحركه بتاعتي. العمود السفلي والبكره المخروطيه، والجزء الصغير ده هو بديل عمود الشمعة، وهنا سير جلدي والمضرب الخشبي، وهنا اللطاشة وده درج المكوك، وهنا طبعا المكوك واقف. هنا هيكون تحت في كعب المضرب متصل بياي. طيب نشوف بقى الاجزاء وكل جزء منهم ايه الشغلانة بتاعته، ايه وظيفته معايا في قلب الماكينة بتاعتي. اول حاجة عندي زي ما قلنا، مدام الماكينة دي بنت عم الماكينة اللي قبلها فاكيد في كرنك علوي. الكرنك العلوي متصل بالعمود السفلي عن طريق الترس، والعمود السفلي راكب عليه كامة القصف، وكامة القصف هنا متماثلة، يعني في كامة في الشمال وفي كامة في اليمين، والأجزاء دي كلها بنفس شكلها كده موجودة في الجهة الأخرى مرة تانية. هنيجي هنا على البكرة المخروطية، هي متماسة مع كامة القصف، وهنا الذراع ذو الكوعين. الذراع ذو الكوعين ده بيبقى متصل هنا بمركز او محور بيتحرك عليه للامام والخلف الاتجاه ده، وهنا الاعلى واسفل. طبعا جزء واحد او الكتلة دي واحدة على بعضها
فبالتالي انا بتعامل مع الكاما، كاما ضغطت هنا يبقى الجزء ده هيسحب لداخل الماكينه، اذا اتسحب داخل الماكينه هيسحب مع المضرب بتاعي. طيب تعالوا نتكلم بقى عن حركه التشغيل زي ما قلناها في الجهاز اللي قبله، ونشوف هنحلها ازاي او هنقولها ازاي. هنقول برضو بدوران القرنك العلوي اللي هو المفروض مكانه في الاتجاه ده موازي للعمود السفلي بس الاعلى، هنقول بدوران القرنك العلوي يدور تبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكام. هنا الكام برضو ليها بوز، ان الكامات احنا عارفين دايما بيبقى فيها جزء بارز وبتتحرك حركة لا مركزية او زي ما احنا بنسميها كده اكسنتريكية. طيب فيضغط بوز الكام على البكرة المخروطية، تمام، فيندفع الذراع اللي هو اللي موجود على عندي في ذراع ذو قوسين فيندفع لداخل الماكينة ساحبا معه المضرب الخشبي للداخل، ساحبا معه اللطاشة قاذفا المكوك داخل النفس. من تاني هنقولها تاني، بدوران القرنك العلوي يدور طبعا له العمود السفلي فيضغط بوز الكام على البكرة المخروطية فيندفع الذراع ذو قوسين، هنقول هنا مثلا لأسفل، والذراع الآخر يندفع لداخل الماكينة جاذبا معه السير الجلدي جاذبا معه المضرب الخشبي جاذبا معه اللطاشة قاذفا المكوك داخل النفس. يبقى كده الحدفة تمت. طيب الكلام ده بيتحرك برضه بس بعد زوال بوز تأثير بوز الكامة، أنا عايز الأجزاء دي ترجع لوضعها الطبيعي تاني، فهنا مركبين الياي على الكعب مربوط بالجزئية دي، فبالتالي بعد زوال تأثير لازم أقول أكمل حركة التشغيل بتاعتي. بعد الحتف أو بعد انتهاء الحتف بعد زوال تأثير بوز الكامة إيه اللي هيحصل؟ تعود الأجزاء لوضعها الطبيعي بفعل الياي. الياي راكب على الكعب، فهو كل اللي بيعمله بيسحب المضرب، لما بيسحب المضرب للخلف السير الجلدي بيتسحب معاه للخلف والذراع ذو قوسين بيرجع تاني للخلف ويتماس مع الكامة بتاعتي أثناء حركة التشغيل. يبقى أنا كده عملت الإيه؟ عملت حركة التشغيل بتاعتي وظبطتها بداية من الكرنك وانتهيت بيها لغاية الياي. يبقى كده تمت حركة تشغيل كاملة بالنسبة للجهاز بتاعي. طيب زي ما قلنا الجهاز ده جهاز تقليدي ايجابي الحركة. طب نطلع بقى على جزء تاني وهو اجهزة الامرار بواسطة القذيفة المكوكية السولزر. احنا عارفين ان السولزر احنا عملناه لتخفيف الاحمال اكتر على المكنة ولزيادة عرض المكنة. هنا الماكينات كل ما بنزود او بنغير نوع الوسيط بنزود العرض شوية، انا طموحي ان اوصل لاقصى عرض عندي، اذا الماكينة ادتني العروض المطلوبة فبالتالي انا كده يعتبر نجحت ان اطلع الانتاج المطلوب مني. زي ما قلنا ان اصحاب مصانع اللي هي التفصيل سواء كانت ملابس او مفارش بيدور على العروض الكبيرة، فطبعا مش معقول هجيب مثلا الملايات اللي بتتفرش على الاسرة وقال ان فيها وصلة في النص. طبعا احنا عارفين عندنا لو الاسرة نفسها عرض السرير بيبقى مثلا حوالي مترين ده المتوسط بتاعه، بس في جزء من القماش ساقط في الشمال وفي جزء من القماش ساقط في اليمين، فلو انا هشتغل بالعروض دي يبقى انا محتاج ان انا اعمل اكتر من وصلة في قلب المفرش ده. لا ده انا عايز اعمل المفرش كله كتلة واحدة او قطعة واحدة، وكل يعمله بس المصنع ان هو يقفل اطراف الايه اطراف المفرش بتاعي، فبالتالي انا محتاج مكنة تطلع العرض بالشكل ده. المكنة دي لازم تكون الوسيط اللي بين الخيط اللحمة يكون قادر على الانتقال من الجهة الشمال للجهة اليمين في وقت قصير ويقطع المسافة دي كلها. بمعنى المضارب العلوية ايا كان القذف نفسها، احنا عارفين لما بيجي يقذف اي حاجة او انت نفسك تمسك اي كتلة في ايدك وتبدأ ان انت تقذفها بتطير على مسافة معينة وتبدأ ان هي تسقط. تخيل كده انت معاك حجر وبتحدفه في قلب الشارع، فلما بتيجي بتعمله عملية القذف بتاعته دي بكل قوتك وبكل عزمك انت بتحدفه، الحدفة بتاعتك دي او القذفة بتاعتك دي بيبدأ ان هو يطير بقوة، بيبدأ السرعة بتاعته ياخدها منك. مثلا احنا بنسميها عندنا العجلة، طبعا الناس الدارسة الميكانيكا العجلة نفسها بتاعته بتبدأ تزيد 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 ويوصل للسرعة القصوى بتاعته، بعد كده بفعل وزنه
بيبدأ تقلل الحركة، يقل 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 لغاية لما تقف خالص أو تسقط على الأرض. لكن طبعا أنا لو قوة عالية زي مثلا قوة الرصاصة، الرصاصة في المسدس أو في البندقية في قوة بتدفعها بتطير بيها المسافة دي، طبعا بتبقى شوية البارود اللي موجودة معاها هي اللي بتخليها تندفع الدفعة القوية دي. فتخيل انك معاك رصاصة ومعاك مكوك، السولزر ده انا بمثله بالرصاصة، والماكينات اللي بتستعمل مكوك دي هي المكوك العادي بتاعي او الحاجة البطيئة بتاعتي. فتخيل ده تم دفعه بقوة 100 كيلو في الساعة، وواحد تم دفعه بقوة 30 كيلو في الساعة. ال100 كيلو في الساعة ده على ما يوصل ان هو يوصل ل80 كيلو في الساعة هيكون قطع مسافة طويلة، فهيديني قوة عالية. اما اللي واخد 30 كيلو في الساعة دي او القذفة بتاعته ضعيفة شوية، فهو اصلا مش هيلحق يوصل ومعاه 10 كيلو في الساعة، يعني هيكون بطأ في ايه النص. احنا عارفين مثلا لو قلنا ان ده المكوك، فاذا كنت انا دفعته الدفعة القوية هو كده مثلا مش بسرعة عالية، ويجي في نص النفس بتبدأ تبطأ الحركة نفسها بتاعته. بالظبط كده نقول مثال، كأنك انت مثلا كنت ماشي بعربية بسرعة عالية ورحت شايل رجلك من على البنزين خالص، ايه اللي هيحصل؟ هل هي هتكمل بنفس السرعة الثابتة ولا سرعتها تبدأ تقل 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 لغاية لما تثبت؟ ده اللي بيحصل مع المكوك بتاعنا، خد الدفعة القوية اللي هي دوست البنزين الكبيرة ومشي مسافة. طيب وبعدين؟ اول ما شلت رجلك من على البنزين او اول ما الدفع عن القوه نفسها بدات تقل، بدا ان هو ايه يبطئ من حركته، يبطئ 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 لغايه لما ايه هيقف. لو المكوك وقف في وسط النفس مشكله كبيره جدا كبيره جدا جدا. هو في طبعا الاجهزه بقى فيها حساسات عشان توقف الماكينه في ساعتها، بس تخيل ان هو طار وقف في وسط النفس وما كانش فيه حساسات، وبدا ان المشط يضم اللحمه والمكوك واقف فين؟ في النص. شوف التلفيات، أول حاجة وجود المكوك في وسط النفس، المشط بيضرب المكوك وداخل على نقطة الدق اللي هي طرف القماش. الدقة دي أو الخبطة دي هيضغط بقوة على مين؟ على جسم المكوك. أول حاجة هيقطع الخيوط، تاني حاجة المشط نفسه هيتلف لأن هو عبارة عن أسلاك، هو مش قوي بالكفاية فهو هيتطبق. غير كده كمان ان الجزء نفسه بتاع القماش نفسه هيحصل له عملية قطع، يبقى انا قطعت الخيوط وكسرت المكوك وكسرت المشط بتاعي. دي المشاكل كلها اللي هتقابلنا لو المكوك وقف في وسط النفس، يبقى انا كده بتلافى كل المشاكل دي بوجود حساسات موجودة معايا في وسط النفس. طيب ماكينات السولزر لما انا عملتها كان الغرض منها زي ما قلنا احنا قللنا الاحجام بتاعت الاجزاء الموجودة عندي في قلب المكنة، المضرب بقى حاجة صغنطوطة، الاجزاء كمان اللي بتدي القوة اجزاء بتخزن قوة عالية بتديني الدفعة المطلوبة، العروض نفسها بقت مختلفة، ببدأ من عروض صغيرة لعروض كبيرة، عدد القذائف اللي موجودة عندي هيبقى في جدول هنفكركم بيه تاني، الجدول ده بيقول لي كل ماكينة بعرضها محتاجة كام قذيفة موجودة معايا عشان اقدر ان اسيطر على ايه؟ على التشغيل. فكل ماكينة او كل اصدار الماكينة بعرض معين ليها تجهيزات معينة، القماشة اللي مثلا عرضها متر غير القماشة او الماكينة نفسها اللي بتطلع قماشة عرضه متر ليها تجهيزات وعدد قذائف، غير القماشة اللي بتطلع 4 متر ليها تجهيزات وليها عدد قذائف. ده بالنسبة للمكوك بتاعي وبالنسبة للشغل بتاعي. طيب ده كان عرض للجزء الخاص بالمضارب العلوية والمضارب السفلية، وكمان كنا داخلين على الجزء الخاص بالأجهزة الغير تقليدية، لكن طبعا الوقت كان قصير. طبعا هنكمل مراجعتنا ان شاء الله في الحلقات الجاية، وزي ما قلنا الامتحان هيكون بسيط ومحتاجين بس من حضراتكم ان انتوا تنموا المهارات وتنموا المعارف بتاعتكم في الفترة دي، وان شاء الله نشوفكم على خير في الحلقات الجاية، والى اللقاء.